نركز على المواصفات وتقنيات المستقبل. كمثال اليوم تقنيات المستقبل عندنا المركبات ذاتية القيادة أو المدن الذكية، وأيضا بعض المنتجات النوعية التي تستطيع صناعتنا الوطنية أن تنافس فيها. المدن الذكية مثلا اليوم المملكة عضو من بين 9 دول في منتدى المدن الذكية الآسيوية، وساهمت بفعالية في هذا المنتدى ولا زلنا نساهم. الدور المحوري الرئيسي للمملكة في هذا المنتدى يأتي من أهمية طبعا المملكة ك خلينا نقول دولة اقتصادية اليوم لها تأثير اقتصادي كبير على المستوى الإقليمي والدولي، وأيضا لوجود رؤية المملكة الطموحة وبرامج الرؤية المختلفة التي اليوم أصبحت مثال يحتذى فيه، والكل يتطلع إلى مستهدفات هذه البرامج بقيادة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله. وكل الجهات اليوم تعمل بتطور وبموائمة كل متطلباتها واشتراطاتها لمستهدفات هذه الرؤية. احنا في المواصفات ليستنا بعيدين عن هذا التوجه، فأيضا أحد الأهداف الرئيسية اليوم موائمة المواصفات القياسية السعودية للمواصفات الدولية وفقا لاحتياجاتنا الوطنية وتوجهاتنا الاستراتيجية. وزي ما ذكرت لك اليوم المحور الرئيسي في موضوع الملتقى الثاني اللي هو يركز على التقنيات الحديثة، عندنا استراتيجية إصدار المواصفات وركزنا فيها على بعض التقنيات والخدمات الاستراتيجية، من ضمنها أيضا الخدمات اللوجستية وبعض المنتجات النوعية. وجزء من اليوم الأهداف الرئيسية زي ما قلنا في هذا الملتقى هو موائمة المواصفات لهذه وفقا لهذه الاحتياجات مع المواصفات الدولية لنستطيع التأثير الفاعل في المنظمات الدولية ووضع متطلبات واحتياجات المملكة على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى الوطني. مهندس طامس يعطيك العافية، وإن شاء الله احنا مستمرين معكم لنناقش الجلسات ونجلس معكم ونشوف إن شاء الله من أفضل لأفضل. وأنا اللي جذبني ما شاء الله رؤية مشتركة لعالم أفضل، هذا العنوان، يعطيك العافية مهندس طامس. شكرا. هو هذا الشعار هذا العام للمنظمة الدولية للتقييس للاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، وكل جهات تقييس تحتفل بهذا الشعار. شكرا جزيلا مرة أخرى لاستضافتكم ولتواجدكم، دائما يعني سباقين، الله يعطيكم العافية، وإحنا مع بعض إن شاء الله طول النهار. شكرا جزيلا. العافية مهندس طامس. طبعا مشاهدينا الكرام كنا مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهذا الملتقى السادس الذي يأتي أيضا تحت شعار رؤية مشتركة لعالم أفضل، كما تطرق المهندس طامس عن مواكمة أو موائمة لرؤية مملكتنا الحبيبة 2030 وهذا اليوم العالمي الذي يشارك فيه جميع الهيئات في العالم. خلوني أعود لزملائي في الاستديو.